سبين ما يجي العبري. خل افتح بث مباشر، البث المباشر وجهه حلو علي دام يجيب عبريه. اي هلاو، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ اليوم ما رح احكي لكم قصه العراق من الجلاد للجلاد. اي مو من الجلاد للجلاد. شوف السياسي بالذات، السياسي بالذات، خاف سمعتوها بالذات، لا اقصد بالذات، عرف شلون يعمر العراق. بس طبعا ما اقصد يعني يعمر العراق يعني يعمره يبني، لا يعمره يعني يعمره مثل النرجيله يعني، هذا اللي اقصده يعني. ويظل يسحب منه يسحب منه يسحب منه لحد ما يعني يسوي رماد، بعد ما هو اصلا حرقه وسواه جمر ونار وكذا. الغريبه وين؟ الغريبه انه يعني هذا السياسي بكل انتخابات تجي تلقاه مكتسح، بينما هو المفروض تلقاه متكسح مو مكتسح. ليش؟ لانه هو اللي خلى الناس يعني الذب لحم، واقصد الذب لحم مو ترقص وفرحانه لا لا، الذب لحم يعني تتفجر ويطشر لحمه بالشوارع. بس هو ما همه الصراحه، ما همه، هو يهمه انه يعني اعراضنا بس مكلب بيها 24 ساعه 24 ساعه مكلب باعراضنا. وانا واحد من الناس يعني كلش يهمني انه فعلا يتشلب باعراضنا، بس يا اعراض بهم، اعراض المرض، اعراض المرض اللي بالعراق اللي هو الجهل والفقر وانعدام القانون وغيره. نتمنى هشكل يتشلب هاي الاعراض، بس هو عاف اعراض المرض وتشلب بس باعراضنا اللي بالبيت. وكنا نتمنى انه هو يحافظ على الخريطه اللي لامتنا، بس هو عاف الخريطه وظل محافظ على خريطه وكلام ما له داعي. كنا نتمنى انه هو يكون حاضر بالشدات، والعراق ما شاء الله شداته هواي، بس هذا كله عافه، صرنا نشوفه حاضر بس بالشدات. دفهموها عاد يعني، خلص بلد صار خندق يعني، خندق السياسيين وخندق الشعب، والشعب صار مهجرين وانتو صرتوا مهرجين. اوكي زين، الشعب من راح تهجر وين راح؟ سبحان الله، تهجر البلاد الكفر وبلاد الغرب، وهاي تسميات هسه كلها ما تهمني، تهمني انه هاي البلدان هي نفسها اللي قلتوا عليها جايه تدمرنا. بعد الشعب وين راح؟ هي نفسها اللي قلتوا عليها جايه تدمرنا، الشعب راح قاعد بيها يعني. ليش؟ حتى انتوا لا تدمرونا. سبحان الله. ومن راح العراق هناك اتطشروا على كل البلدان، لقوا هواي اكو هم بلدان ثانيه بيها مثلكم، وهم شعبهم شارد منهم يعني. فالعراقي لما يسال ذولا يقول لهم شنو جابكم انتم هنا؟ يقولوا له والله اخويا جينا حتى نعيش. وهم يسالون العراقي اوكي زين انت جابك هنا؟ يقول لهم والله حتى اعيش. يعني هي نفسها حتى اعيش، لكن مكان العيشه يختلف. لانه تطلع فززتني ليش تشوفني طالع بث مباشر ودنيا. مو قلت لكم البث المباشر يجيب عبريه؟ شنو تطلع من العراق على واول؟ لا لا، ليه قدام؟ وين اللي قدام خويا؟ كل العراق راجع لي ورا. اريدك توديني البيت اهلي. يلا بالعراق هنياله اللي يوصل بيت اهله. سلام. شوف الحلقه الكامله حصريا على موقعنا www.utviraq.net